السياق ديال هذه المبادره هذه هو تنزيل الاستراتيجيه الجهويه للسلامه الطرقيه في جهه طنجه تطوان الحسيمه، بحيث انه لدينا مخطط تواصلي. هذا المخطط التواصلي تستهدف اننا نقوم بواحد المجموعه ديال العمليات التحسيسيه والتوعويه لصالح مجموعه من المتدخلين في والمعنيين بالشان ديال السلامه الطرقيه، واللي تتواجد واللي تمثل بالنسبه لنا حنايا الراجلين والدراجات الثنائيه وثلاثيه العجلات، تتشكل بالنسبه لنا واحد الاهداف مهمه اللي خصنا نبلغوا واحد المجموعه من نقلصوا من عدد القتلى داخل هذا الرهان هذا، لانه رهان استراتيجي، واثبتت الاحصائيات بانه للاسف مازال تعرف واحد العدد كبير نتاع العدد في عدد القتلى. اذا هذه الحمله هذه التحسيسيه جات في هذا الظرف هذا ديال العطله الصيفيه اللي تتعرف فيها مناطق الشمال توافد نتاع واحد العدد مهم من المصطافين من عبر ربوع المملكه. اذا تنحاولوا اننا نستهدفوا بصفه خاصه الراجلين، بمعنى اننا تنحثهم على انهم يقوموا بالعبور من خلال ممرات الراجلين واحترام اشارات المرور، وتنستهدفوا كذلك سائقي العربات. تيكون الهدف نتاع الخطاب ديالنا هو احترام هاد ممرات الراجلين، احترام اشارات المرور، حزام السلامه، العياء، يعني واحد المجموعه ديال 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 الامور، واحد المجموعه ديال المسببات نتاع حوادث السير. تنحاولوا اننا ننبهوا السائقين انهم ياخذوها بعين الاعتبار خلال الرحلات نتاعهم. هي حمله تحسيسيه منظمه من طرف وكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه بمشاركه جمعيات، منها جمعية مدرب تعليم السياقة. هذه الحملة التحسيسية كنستهدفوا بها جميع فئة ديال الأعمار، خصوصا سائقين ديال السيارات. المشكل الأول ديالهم هي السرعة المفرطة، ومشكل ديال سائقين دراجات ثنائية العجلات ولا ثلاثية العجلات، لأن ما كيستعملوش خودات ديالهم. وأهم حاجة كاين ممر ديال الراجلين، كنستهدفوا الناس ديال الراجلين اللي كيكونوا في كورنيش، خصوصا دابا هذه الحمله التحسيسيه منها في كورنيش ديال طنجه اللي كيكون مكتظ على اخره. الهدف الاساس ديالها هو حط سائقين السيارات على استعمال حزام السلامه، وكذلك ينقصوا شويه ديال السرعه ديال المفرطه، ويردوا بال، لان كيجي الانسان كيقطع ممر راجلين، وكاين اللي ما كيحترمش يعني ممر راجلين وكيكون بالو ساهي، بحال يقول لك كيكون يجي واحد السرعه مفرطه كيتفاجئ بان اخر يعني الراجل قطع على رجله، ما كاينش عنده ديك الوقت ديال رد الفعل اللي يوقف باش يعطي ديك الراجل يدوز، وهذيك يوقع واحد خطر كبير اكثر في الطريق اللي كبيره. وكذلك الاطفال، استهدفنا الاطفال هنا وريناهم الطريقه اللي قطعوا كيفاش يقطعوا في الممر ديال الراجلين. استهدفنا الناس الكبار، وريناهم كيفاش الانسان ملي كيكون عيان كيعيا كيفاش خصو يرتاح، ولكن الى عيا ها كيفاش السوكان ديالو، يعني عن طريق واحد الخاصيه كنستعملوها فكنوريهم كيفاش يسوقوا بها، تما كتبين لهم بان واش ممكن يسوق وهو عيان ولا ضروري يرتاح شويه عاد يكمل الطريق ديالو. في هذا السياق هذا ارتأت الوكاله بان ارتفاع ديال حوادث السير في شهر 7 كان مهول، وارتأينا انه نعملوا هذه الحمله التحسيسيه التوعويه، وكنستهدفوا فيها ديال الساكنه ديال طنجه والساكنه اللي جاوا من طنجه، يعني السياحه الداخليه. الهدف منها هو انه نعملوا واحد التحسيس التوعيه في اطار ديال مستعملي الطريق، وكما كنعرفوا بان العطله الصيفيه كتبتدا من شهر 7 حتى شهر 9، وكننسقوا بين الوكاله كجمعيه، حنايا كننسقوا بين الوكاله وكنعملوا هذا النشاط هذا، هو تحسيسي وفيه ترفيه للاطفال، لان جينا اخترنا هذا الكورنيش ديال طنجه فيها باساجي، لان باساجي مهم هنايا. اليوم كنتواجدوا في واحد الحمله تحسيسيه اللي كتنظمها الوكاله الوطنيه للسلامه الطرقيه بمعاونه ديال جمعيه الامل لمدرب تعليم السياقه، اللي هي اللي نقولوا حنا العنوان ديال هذه الحمله، وهي عطله بدون حوادث. اللي كنشوفوا الفئه المستفيده اللي كنستهدفوها اكثر وهي سائقين دراجات ثلاثيه العجلات، وعاد كنعطيو واحد الارشادات بالنسبه للممر الراجلين، الخطوره
اللي كتكون فيه، يعني لا بالنسبه للراجلين اللي كيكونوا قاطعين ولا بالنسبه للمستعمل السائق. وبحكم حنا حتى حنا مهنيين وكنستعملوا الطريق كنشوفوا الحوادث اللي كتوقع كل سنه، والفائده من هذه الحمله وهي اننا كنقصوا من ذاك الحوادث السير باش كتكون سنه على سنه كنحاولوا نقصوا. والحمد لله يعني بدينا في واحد المسار اللي هو غادي ينجح الحمد لله، ونطلبوا الله خير ان شاء الله من القدام.